مساء الفل على الأكيلة في كل مكان، واهلا بيكم وحلقة جديدة بتتفرجوا عليها من كل حتة في الدنيا. حلقة النهاردة اختيار المخرجة نهلة، هي عاشقة للشوكولاتة، وبالتالي لما بنعمل حلقات، عملنا 2-3 قبل كده، لما بنعمل حلقات عن معامل الشوكولاتة او الشوكولاتيه، يعني هو بيبقى اصغر من مصنع، مش مصنع، بيبقى حاجة صغيرة يعني، هي بتبقى اسعد واحدة في الدنيا. وانا هاكل حته قد كده، هي هتاكل حته قد كده، رغم يعني هي ما بتاكلش اي حاجه معانا في التصوير، بس حلقه النهارده يعني حلقه خاصه لنهله وكل محبي الشوكولاته بما فيهم مراتي. فالميزه هنا بقى ان احنا هنعمل الباره بتاعتنا بنفسنا، يعني انت بتعمل الباره، عندهم حاجات جاهزه ماشي تمام وكل حاجه، بس انت ممكن تصنع الباره بتاعتك وتدخل تتسقع وتتلف وتاخدها معاك وانت ماشي. هي دي بقى التريكة بتاعت النهاردة اللي هنركز عليها، فكرة ان انت بشوكولاتة بلجيكي، والشوكولاتة بلجيكي واحدة من احسن انواع الشوكولاتة في العالم، بشوكولاتة بلجيكي بتعمل البار بتاعتك بالفيلينج بتاعك زي ما انت عايز. يلا نعيش الحلقة. نفسي الحظ دي، نفسي الحظ. ناخد منبع واحد بس عشان الصحة، صحة ما تستحملش أكتر من كده. رهيبة رهيبة. محمد ابو جندي، ازيك؟ الحمد لله. الاول انتوا كام شركاء؟ احنا واحد شركاء. انت صاحب صاحب المكان. اوكي. جات لك منين فكره الشوكولاتيه في مصر؟ يعني اللي هو برضو احنا مش دوله، عندنا ماركات شوكولاته، بس فكره المعامل الشوكولاته دي مش منتشره قوي، يعني هم 3-4، انت كده انت تبقى الرابع او الخامس. يعني جات لك منين انك تعمل الفكره دي؟ الفكره جات لي ان انا بحب الشوكولاته. انا كنت عامل بيزنس قبل كده قديم للايس كريم، وانا كنت بحب الايس كريم، فبحاول ان انا اعمل حاجه حلوه قوي على حسب اللي انا بحبها. يعني انا انت كل حاجه بتحبها بتعملها بيزنس؟ يعني صحيح. اوكي. يعني بتحب العربيات تلاقي عشان لسه بقى لسه. طيب الشوكولاته 99% مبنيه على الماتيريال. بتجيب الماتيريال منين؟ الماتيريال بلجيكي مستورده، بنستوردها من بره. انت اللي بتستوردها ولا عن طريق وكلاء هنا؟ لا، في وكلاء هنا. اوكي. يعني خلاص ما بقاش دايركت انت اللي بتروح تجيب. ما بقاش دايركت اللي انا بجيب. فالوكلاء هنا بيجوا في كذا ماتيريال، كذا ماتيريالز، يعني احنا اخترنا منها احلى ماتيريال عجبتنا. أوكي. اللي هي البلجيكي، كنا شفناها في معرض. طب انت ليه بتتكلم عن نفسك بصفه الجامعه؟ انت لسه بتقول انا لوحدي. انا معايا يعني عيلتي واخواتي ومراتي بيحبوا الشوكولاته. أوكي. فبنختار كلنا، يعني مش لازم يبقى انا اللي بعجبني حاجه، انا اللي بختار. اوكي. فكنا مسافرين بره في معرض في ايطاليا، فلقينا الشوكليتس دي في كذا نوع، فاخترنا النوع ده فعجبنا، فقلنا احنا هنرجع نعمل بروجكت شوكليت بلجيكي. اللي بلجيكي. انت عجبكم ده بلجيكي. بلجيكي. طيب انت هنا الفكره ان انت عندك حاجات جاهزه زي بقيه محلات الشوكولاتيه، او يعني اللي هم بيبيعوا شوكولاته. وعندك الفكره ان انت تعمل البار بتاعك بنفسك. بالظبط. بتحسب الكوست بتاعه ازاي؟ الكوست بتاعه بنحسبه بالويت، يعني بنوزن البار. ايوه. انا ممكن واحد يحط فستق بس، واحد يحط فستق وبندق ولوز وجعين، يعني افريج. يعني احنا في الاخر عاملين سعر افريج للكيلو، وات ايفر ايه نوع ده شايل ده، ده شايل ده، ايه نوع اللي انت عاوزه. وفي الاخر احنا عايزين يعني بنبيع، بنسال هابنس، او عايزين الناس تبقى مبسوطه. بتبيع سعاده. يعني عايزين الناس تبقى مبسوطه سعاده فعلا. فاللي بيخش يعمل شوكليت بار سواء صغير او كبير، هو عايز يعمل هو عاوزه. انا مش عايز اربطه باللي انا باللي على مزاجي انا. أوكي. لا، هو ممكن يجي يخش يعمل لوز على بندق على فستق على كاجو على مش عارف في حاجات على كتيره، على هيرمز، على وات ايفر، يعني كل حاجه، جيلي كولا، اي حاجه كل واحد هو بيحبها. احنا بنديله ريكومنديشنز
او بنقول له انت حط ده على ده، لو هو مش لو هو عايز يعمل حاجه ثانيه بيعمل زي ما هو. وبتشتغل بنوع شوكولاته واحد اللي هو البلجيكي ده، نوع شوكولاته ما بتخلطش حاجه بحاجه، ما بنخلطش حاجه بحاجه. اوكي، هو احنا عندنا شوكولاته مصري؟ عندنا شوكولاته مصري، مصري مصري بس الكاكاو مستورد. الكاكاو صح؟ الكاكاو بيجي مستورد وبيخش في المصانع بيتعمل له بروسس بحيث يطلع شوكولاته، بس الشوكولاته تبقى مصري. مصري، اوكي فهمت. بس الكاكاو ما بيتزرعش في مصر. انا عارف الكاكاو ما بيتزرعش، هو عايز جو معين. والكاكاو اللي ما يعرفش هو اصلا مر جدا. بالظبط، يعني اللي اكتشف ان بتاع المر ده يطلع منه الشوكولاته الحلوه دي ده عبقري، يعني عملها ازاي مش عارف يعني. طبعا، وهي فعلا الشوكولاته اذا مود ميكر، بتظبط المود جدا، بتغير المود بسبب الكاكاو، بسبب الكاكاو طعمها، وسبب الناس كلها بتبقى عايزه تاكل شوكولاته. طيب يلا ندخل في الجد بقى، انت مين اللي هيعلمني اعمل الشوكولاته؟ عبد الرحمن. موجود عبد الرحمن؟ اوكي هيقف معانا، هيبقى معايا ويخليني اعمل البار الشوكولاته بتاعي معاه. بار الشوكولاته انت عاوزه وهاخده وانا مروح. تاخده وانت مروح؟ هاخدهم براحتك. يلا دلوقتي عبد الرحمن هيوريني ازاي نعمل الشوكولاته، وبعدين انا هعمل واحده او اثنين او ثلاثه، معرفش مفيش مشكله. طيب نبتدي الاول، دي الشوكولاته اللي هي الميلك شوكليت العاديه. مظبوط. الدارك بقى بتبقى فين؟ الدارك بتتعمل جاهزه. جاهزه؟ جاهزه، مش المكنه دي بنعملها. بس بنغير من المكنه من نوع لنوع. بس ده انت لازم تفضي المكنه كلها. بالظبط. لا يبقى احنا هنعمل نشتغل النهارده بالميلك شوكليت. تمام. وعندنا شوكولاته البيضه كمان، بس دي لازم تغيرها المكنه برضو. مظبوط. لا يبقى خلينا في الميلك شوكليت. تاني بعتذر لكم ان هيبقى في اصوات، لان طبعا الثلاجات بتاعت الشوكولاته ما نقدرش نفصلها، هتسيح، والمكنه دي هي الشو كله يعني. فوريني هتعمل ازاي واحده بالبندق، وانا هتعلم منك واعمل بعد كده. خلاص تمام. اول حاجه بناخد كوبايه. اوكي، تاخد بندق. انا حاجه ناخد بندق. زود، ما تبقاش بخيل. حط معاه كروكون، بيبقى بندق مكرمل. بندق وبندق مكرمل؟ اه. اوكي. طب انت بتحفظ ازاي الكمية اللي تملى البار دي وتبقى حلوة؟ ناخدها نسبة. مع الخبرة يعني. اه بالظبط. طيب. كده. ها وبعدين؟ بعدين هنعبي هنا شوكولاتة. انت ايه اللي انت دوست عليه ده؟ ده بيوقف المكنة الصب. اه. اوكي. بتقلبهم كده؟ بالظبط. ده انا ريقي جري من غير ما اكل حاجه. اوكي. هو انا ملياش في السكريات، بس انا بحب الشوكولاته. يعني برضه الحق يتقال يعني. بعد كده بننزل هنا. انا مش شايف. ها. ايوه. وبعدين هتبططها اكيد. بالظبط عشان نطلع الهواء. ايه ده، لازم ترزع كده؟ ملهاش حل تاني؟ اه، نحطها على الفايبريشن كمان. نحطها ايه؟ على الفايبريشن. فايبريشن؟ اه. فين بقى الفايبريشن ده؟ ليه بتحطها من بره؟ ليه مش حطيتها جوه الفايبريشن نفسه؟ بنحطها من بره عشان الاهتزاز يبقى اقوى. اقوى كمان؟ اه. يعني اللي اخترعوا المكنه دي بللم. بالظبط. طيب احنا المصريين لازم نعدل يا جماعه، لازم نعدل. بعد كده بندخلها مرحلة التبريد في الشوك فريزر. شوك فريزر. طيب بس خليني اعمل الاثنين التانيين بقى قبل ما تعمل. طيب تعال انت هنا بقى، الزق هنا عشان ما تقفلش عليا، ولو ان فرق الحجم مش تقفل عليا. خلاص. طيب انت خدت. ناخد كب الاول. كب الاول. مش محتاج البس جوانتي لان انا مش همسك حاجة بايدي يعني. بندوس على ده. ناخد الاول اللي احنا محتاجينه. المكسرات الاول. طيب ناخد انا بلاد الفستق. كتير كده؟ لا قلل سنه. قلل سنه. تمام. عشان سحب المخل ما يفيدناش. اهو. وده بقى مفيش فستق كراميلايزد. بالظبط. طيب. ممكن ناخد معانا الفستق مثلا جوز هند، بيبقى حلو. جوز هند بيبقى حلو. بنفس المعلقه؟ اه. اوكي.
احنا صغيرين كده؟ كده ولا اكتر؟ كده. اوكي حلو قوي. وبعدين بناخد الشوكولاته. بالظبط. استنى اوفن. انا هعمل انا بدوس على دي. ارفع بقى بس كده. بس كده؟ تمام. نفسي الحظ دي، نفسي الحظ. طيب اهو ماشي. بعدين باخد دي سباتولا. هنقلبها واقعد اقلبها كده. بالظبط. انت بقى لما بيجي لك الزبون هو بيشاور لك وانت اللي بتعمل. مظبوط. يعني انا باخد دلوقتي معامله خاصه. تمام صح كده؟ صح. طيب اهو تمام كده ولا لسه؟ تمام. هننزلها هنا بقى. ننزلها هنا. صح؟ صح. استنى لسه في شويه فوز جوه. اوكي. وبعدين انا عملت لها شوكولاته كتير؟ كتير بس مش هتظبط بقى. هتظبط. نعملها كده؟ صح؟ نجيب الطرف بقى، انا شفتك بتعمل، تجيب الطرف كده بالظبط ونحطه في النص. طيب وبعدين طب انتوا الشوكولاته اللي في العلبه اللي هي بعد ما فضيتها دي حد بيلحسها طيب ولا بترموها ولا ايه؟ تترمي. تترمي؟ حرام نعمه ربنا يا اخي. طيب بعدين نقعد نعمل كده. لو لاحظنا مثلا الهواء بتطلع فوق تعمل فقاعات عشان تاخد شكل الاسطمبه نفسها. انا شايف هنا فقاعات. تعالى تعالى شوف الفقاعات. خلاص كده؟ خلاص كده. بعدين احطها على الهزازه. بتدوس عليها منين بقى؟ شاور لي وانت عندك. اول زرار من عندك. اول زرار الاخضر. خلاص كده؟ خلاص كده. لفها بقى عشان تاخد الجنب التاني برضه كده؟ خلاص كده؟ كده بنفس البقى ونحط في الشوك فريزر كده. خلاص كده. خلاص بنحطها في الشوك فريزر. بالظبط. طيب خد حطها في فين الشوك فريزر ده؟ طيب هنعمل اتنين تانيين دلوقتي. محمد قال لنا على كورن فليكس بالزبيب. دي حاجه انا اول مره اعرفها. اعملها لي واعمل لنا حاجه فيها اللوز. اللوز عامه بتحطه معاه ايه؟ ممكن نحط معاه كريسبي. هديك تست قرمشه. ماشي. اعمل لي واحده لوز بالكريسبي وواحده كورن فليكس باللوز بالزبيب. بالزبيب عزيزي. اعمل الثانيه كمان بقى وهزهم مره واحده بدل ما تهز كل واحده لوحدها. لا لازم نهز كل واحده لازما. طيب انت منين يا عبد الرحمن؟ ايه انت منين؟ من بني سويف. انا بقول برضو لازما دي بتاعت انت اول الصعيد. نعمل الثانيه. ما انا بقول كده عشان احنا قلنا بقى لوز هيبقى معاها كريسبي. العلم اللوزية دي كانت نصيبي للعلم يعني. انت كده ده كريسبي؟ عبارة عن ايه الكريسبي ده؟ عبارة عن حبيبات كده؟ حبيبات مقرمشة.
وبيقعدوا قد ايه في الفريزر لما؟ خمس دقايق. خمس دقايق، اوكي. لو زاد عن كده يحصل حاجه؟ لا ما يحصلش حاجه. اوكي. طب انت على كده بقى بتحب الشوكولاته؟ اه بحبها. طب ايه بتقعد تلحس كل حاجه وبتاع حاجات كده؟ لا لا، تلاقيك بتاخد العلب دي جوه. انا لو منك هعمل كده بصراحه. دلوقتي هنحطهم في الفريزر والفقره الثانيه هندوق. هنقول عيب واحد بس، عيب يتيم. انا معلش يعني انا ما احبش برضو ان الحلقه تعدي كده كله حلو كله حلو بشكلها مش حلو. انت بتعمل الشوكولاته بس ما بيبقاش مكتوب عليها بايه، فلو ستيكر كده ولو حتى يعني في الظهر مثلا ستيكر كده عليه خطين ثلاثه فتبقى عارف. ليتس سي انا النهارده عامل اربع انواع، انا مش عارف ويتش از ويتش، لازم افتح وادوق او ابص عشان اعرف. فستيكر هنا كده عليه سطرين يتكتب عليه هي بايه يبقى شكلها حلو، ده رأيي الشخصي المتواضع يعني. طيب نفتح أول واحدة، دي اللي بالكرانشي بتبتدي باللوز، أوكي دي كانت باللوز والكرانشي. ناخد منبع واحد بس عشان الصحة، الصحة ما تستحملش أكتر من كده، أهي باللوز والكرانشي. الشوكولاته اللوز لوز، انا دقتهم طبعا الاول فهم فريش خلاص خلصنا من دي. اللوز لوز بندق بندق، هي الشوكولاته رهيبه رهيبه. متاكد لما انا مش بتاع حلويات بحب الشوكولاته طبعا، واقول لك رهيبه فهي رهيبه جدا. دي انا عايز ادوق ام فستق اللي انا عملتها بفستق ومش عارف ايه دي، او هي دي. لا انا عايز ادوق دي، دي اللي هي بالكورن فليكس والزبيب. عايز اوريكم كمان الزبيب شكله ايه، ما هو الزبيب رهيب اصلا. خلاص مش هدوق تاني. طيب دي تقريبا بتعمل 100 جرام تقريبا شوكولاتايه، اوكي، وهي ب 70 بس عاملين اوفر عشان لسه فاتحين فعاملينها ب 50. ما اضحكش عليكم انا عارف ان الشوكولاتات المستورده اغلى من كده بكتير بس ما اعرفش اللوكال سعرهم ايه. تحفة، خدهم دول معايا وانا مروح.